السلام عليكم ورحمة الله بكام وبركاته، الستارة ازيكم اللي في حبايبي؟ ايدك دي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي النهاردة كده عند ابو جنى، هنشوف الستات ميتين الموجودة عنده. بلاك اوت. ده كام في كام دي؟ مترين في ثلاثة. مترين في ثلاثة. حلو، 200 جنيه. حلو اوي، جميل. واللبن دي بكام؟ 150. 150. واللي هنا دول تلاتة في تلاتة، دول مترين، دول ستاير بلكونات اهو زي ما انتوا شايفين. ده اسمك ايه؟ ابو ايه؟ ابو جانا، صح؟ عشت الاسامي. ولطيفة ده بكام اللي تحت؟ 125. وجاهزة 125. دي الواناتها ايه؟ اللي بلاك اوت دي الواناتها ايه؟ الازرق. حلوة، شايفين البنات دي كلها. حلو، عنده ستاير حلو قوي. ده كله فين؟ عند ابو جنى، ما شاء الله عليها. هو بيقعد في اول السوق، السوق طبعا فاضي اهو زي ما انتم شايفين، ما فيش حد اصلا فارش. ده حلو، مشيتها حلوه دي. انا هاخد ثلاثه. حلوه قوي مشيتها دي، عامله زي المشمعه. انت قلت بكام دي؟ 200 جنيه. ده كام في كام؟ مترين في ثلاثة. مترين في ثلاثة، بس حلوة يا بنات. والله بتعمل منها الوانات بقى؟ لا لا، ده هو كده غلطة يعني. تكون جايين غلطة. طيب. انت عندك هو عنده تشكيلة ستاير حلوة زي ما انتم شايفين كده، كل الالوانات موجودة عنده، وعنده ستاير اللي هي ب 200 جنيه دي، جاية تحفة بصراحة. نكمل بقى بقية الفيديو مع بعض كده، هنشوف بقية الستاير الموجودة عنده. هو بيفرش جنب سيد بتاع القماش على طول، عنده تشكيلة ستاير ما شاء الله تحفة، كلها الواناتها موجودة. تشكيلة الستاير الموجودة عنده، عنده اسعار حلوة. الستاير كان ستارة ب125 وبمية، عنده تشكيل الستاير حلو زي ما انتم شايفين كده. شوف الستاير كلها هي 120 وبمية. عرضها كام طيب؟ متر ونص بمية. متر ونص؟ ثلاثة ب125. ومشيتها حلوة، مشيتها تقيلة. هي دي ستاير حلوة زي ما انتم شايفين، ده كله عند ابو جنى. عندك رقم تليفون؟ طب ممكن تقوله؟ 012 80 80. 012 80 80. 53 64. هنا في الوكالة. هنا بتفرش في الوكالة؟ أكتر حاجة بالوكالة. يوم الحد ولا يوم الجمعة؟ حد. ويوم بتروح فين تاني؟ السيدة عيشة. السيدة عيشة يوم الجمعة؟ بكام القماش اللي قدامك ده؟ ده 35. 35. ده نوعه ايه القماش ده؟ ده قماش كتان تركي. كتان تركي؟ وده بكام؟ ده ب 35. ده 35؟ ده عينات. ده كله ب 35 القماش ده؟ واللي وراك ده بكام؟ الشفون والحاجات دي. ستارة ب100، 5 متر. 5 متر ب100؟ ستارة ب100؟ هات واحدة كده قدامك. دي باسم الخرابة يا عم. ستارة 5 متر ب100. فصلها جاهزة. أورجانزا دي؟ دي أورجانزا وفي تول. في تول. الستارة ب100، ده كله عند أبو جنى. عنده شوية ستاير حلو بصراحة. في حاجات عشان كده بس تيجي تروح الوكالة. ما بجيبش هنا يعني؟ لا، ب 40 في الوكالة. ب 40؟ بتقعد فين في الوكالة؟ على الكورنيش. على الكورنيش؟ عند المطبعة الأهلية. تحت الكوبري؟ لا، عند المطبعة الأهلية. أيوه. شايفين التشكيلة دي كلها فين؟ عند أبو جنى. تشكيلة حلوة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس. عليكم ورحمة الله وبركاته، ومستنيش إن شاء الله الفيديو القادم.